مش عارف انت شايفين ولا لا، بس ما فيش مواصلات. انا على شارع بير بكلم بتاع غريبة، الناس مش فاهمة هي ايه ومش باين عليها ناس بلايزر، بكلم في سماعات وكده، و في اسعاف مش عارف، مش عارف اصلا، يا ريت صوتي يكون واضح، انا بكلم في مكفونة عشان عارف، بس انت في اسعاف. زي ما انت شفت كده مفيش حاجة بتوسع يعني، المريض مات خلاص ما بيعملش أي حاجة، ومفيش مواصلات، مجرد تكاسي. بفكر أروح أقف جنب الظابط وأصور الشارع شوية لحد ما المواصلات تيجي، مش عارف، ممكن فكرة تكون وحشة، ممكن فكرة تكون حلوة، بس هبص بس كده، لو مفيش حاجة كويسة هروح أقف حرفيا جنبهم وأصور فوتج لحد ما ألاقي مواصلة تيجي تاخدني. مفيش مواصلات، فانا مش عارف هروح ازاي، بس مفيش ودلوقتي اللي انا عايزه عرفت دلوقتي ان الامين عايزني، فانا رايح اكلمه اشوف هو عايز ايه، ومش عارف، ممكن يكون عايزني في حاجه او مش عايزني في حاجه، مش عارف. ثانية ثواني، عشان لما الكاميرا جابتك من فوق وهما جايبين او الظابط جاي اهوت هيشوف بس الفيديوهات، هما الكاميرا بس الكاميرا اصلا بتاعت الادارة عندنا فوق مننا، فلقيتهم بيكلموني قالوا لي ايه خليهم ثواني بس. ماشي مش مشكلة. خليه ثواني. ماشي تمام مفيش مشكلة. المفروض ان عم اللي جاي ده هو اللي جاي.
احب بس اقول حاجه لحد اللي هيكمل الفيديو كل اللي جاي ملوش اي 30 لازمه، ما فيهوش اي حاجه، ما كانش فيه كونتنت، ما فيش حاجه مفيده، فاللي مستني حاجه مفيده او بتاع يروح يعني يقفل الفيديو مش مشكله. ما